أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر حضراتكم وأذكر نفسي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أذكر حضراتكم وأذكر نفسي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عنوان الحلقة أحباب رسول الله عن الطمع. نسأل الله أن يحفظنا من الطمع يا رب العالمين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ابن القيم رحمه الله يقول: الرضا باب الله الأعظم ومصطلح العابدين وجنة الدنيا. لما الإنسان دائما جنة الدنيا أن دائما يقول الحمد لله ويرضى من أجل الله تبارك وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى ما عند الناس، اللي دايما ينظر إلى ما عند الناس وينظر إلى أمور الدنيوية إلى ما عند الناس فهو فقير ولو ملك الدنيا بأكملها. ومن زهد إلى ما عند الناس فهو غني ولو نقصه الكثير أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرضا بالقناعة والحمد لله رب العالمين. لكن اللي مضيعنا النهاردة ومضيع الدنيا اشمعنا، كل يقول لك اشمعنا فلان، اعتراض يا أخي. ده جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وعدل الله جل وعلا أن كل واخد 24 قيراط من الله تبارك وتعالى، ولكن متوزعين. يعني ممكن إنسان ياخد 12 قيراط مال، وبعض الناس ياخد مثلا قيراطين صحة فياخد من مال ويصرف على الصحة، وفي ناس ربنا جل وعلا معوضها بفضل الله تبارك وتعالى، مديها 12 قيراط صحة معوضها بفضل الله، واتنين مال يعني تجد ده بيتساوى ده وبيتساوى بفضل الله، عدل الله كله يتساوى، ده يبقى عنده صحة وده يبقى عنده صحة. اي نعم، ده بياخذ من المال وينفق على الصحة، والطرف الثاني ربنا معوضه بالصحة. وتلاقي ايضا بعض الناس ربنا يرزقه باولاد بسم الله ما شاء الله، عيال نبيها وزكية، والناس بعض الناس الآخر يرزقه جل وعلا أولاد يعني بالنسبة للفهم بطيء شوية فبياخدوا دروس خصوصية، وده بينجح وده بينجح، وعدل الله الكل يتساوى. فدايما الإنسان يما يقول الحمد لله رب العالمين ويحمد الله، والله يرى الخير كله من الله جل وعلا. لكن مضيعنا ومضيع الدنيا ومضيع المجتمع كلمة اشمعنا وانا مالي وليس لي علاقة، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وجل وعلا يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله. عدم الرضا وعدم الحمد لله رب العالمين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع والخوف اللي احنا بنعاني به الآن بسبب عدم الرضا. وطول ما الطماعين موجودين النصابين بخير، طول ما في طماع طول ما في نصاب، الطمع فقر حاضر زي ما قال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس، كما يقول سيدنا رسول الله أحباب رسول الله. فلابد نعود أولادنا على القناعة، ولابد دايما الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين ويكون هناك رضا ليأتي الخير من الله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أصبحنا إلا ما رحم الله تجد عدم شكر بالنعمة وعدم رضا وعدم قناعة. فابتلانا الله، كلما ابتلانا الله بالفقر المنسي بسبب عدم الرضا والقناعة، كلما ارتفعت مرتباتها كلما زالت أسعارها، كلما توسعت حياتها كلما توسعت بطونها،
كلما توسعت الدنيا من كل جانب جاءها الفقر من كل جانب، فطول ما فيه رضا طول ما نرى الخير من الله. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، وشفع فينا النبي محمد مصطفانا صاحب الشفاعة يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.